أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الموعد الإخباري ونستهله بالعناوين. نجاح عملية بن قردان تأكيد على جاهزية قواتنا العسكرية والأمنية للتصدي للمخططات الإرهابية. تزر تفاقم أزمة المعتصمين من أصحاب الشهائد العليا بعد تعطل لغة الحوار. تطور أسطول النقل بمختلف جهات البلاد في غياب تحسين الخدمات ومزيد تهيئة البنية التحتية. نشرتنا نستهلها بآخر تطورات الوضع في بن قردان، حيث واصلت وحدة الحرس الوطني تمشيط ومحاصرة منطقة الصعيدية، وكانت العملية الأمنية التي جدت مساء أمس بالمنطقة انتهت بالقضاء على 5 إرهابيين وحجز مجموعة من الأسلحة وكمية هامة من الذخيرة عودة على مسرح العملية. هكذا كان مشهد المنزل بعد عملية المواجهات العنيفة التي انتهت بالقضاء على 5 إرهابيين. فاليوم شهد مسرح العملية معاينة لجثث المجموعة الإرهابية وأخذ التحاليل الجينية لهم ونقلهم من المنزل الذي تحصنوا فيه وسط عمليات تمشيط للمكان. الجوز البنات في الدار فكوا لهم التليفون على اساس باش ما يكلموش بيه، ديجا سكر هو التليفون فهمتني، خلاهم خرجوا وتحصنوا بالدار وحتىش لين جت الوحدات الامنيه وطوقت المكان وبالعوده الى اطوار العمليه، فان احد مواطني الجهه هو من قام بابلاغ السلطات الامنيه عن توجه هذه المجموعه من الحدود الى داخل منطقه العويجة. وبدخول المجموعه الى المنزل تمت محاصرتهم من كل الاسلاك الامنيه والعسكريه، محاصرة ساعدهم فيها أهالي بن قردان الذين واكبوا كامل هذه العملية وعضدوا المجهودات الأمنية. يفق بهم مواطن يعلف في الساعة غادي فهمتني، ولا فق بهم عنده كهرباء دفع رباعي وجو باش يقولوا في كوالك باش يهرب منهم، وعلم عليهم الحاكم مواطنين بن قردان كلها حصروه أكثر من 5000 كهرباء أمس نكتي واكثر من 6000 بشر نلقيتي. طيب شوف بنبين لك اهل بن قردان، مش هذه اول مره، اهل بن قردان كل وين تجي عمليه ولا تجي حاجه خايبه ولا كذا اللي يكونوا لها بالمرصاد. عمليه اخرى تنتهي بانتصار الوحدات الامنيه والعسكريه على اعداء هذا الوطن، عمليه امنيه شهدت على اثرها الحدود التونسيه الليبيه ومعتمديه بن قردان عمليات تمشيط واسعه. وأفاد وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني في جلسة استماع له من قبل لجنة شؤون الإدارة والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب باردو، أفاد بأن العمل الاستخباراتي والاستعلاماتي بخصوص الأحداث التي جدت مساء أمس في بن قردان من ولاية مدنين ما زال متواصلا قصد التدقيق في عدة مسائل مرتبطة بالعملية. كما أكد الحرشاني على جاهزية المؤسستين الأمنية والعسكرية لتأمين الحدود التونسية مع ليبيا. وهي عملية فيها خدمة، وإحنا المهم أن ولينا إذن كل العمليات الإرهابية لن نعرفوها، وثم عملية استباقية، وقلت لنا هذه العملية بصفة عامة هي نزلت على خاطر ثم دور استخباراتي باش نشوفوا هل هناك أشخاص آخرين عندهم علاقة بهذه العملية، هل هناك أسلحة أخرى، هل هناك أمور أخرى. والمهم هو أن نحب نطمن أن المؤسسة العسكرية ومؤسسة الوزارة الداخلية هي إذا جاهزة كل المستويات، سواء المستوى الاستخباراتي المعلوماتي أو المستوى العسكري، لتأمين الحدود وتأمين كل المدن المحاذية للحدود، وما يلزمش نخافوا من كل السيناريوهات واحنا جاهزين. ونواصل مع الشأن الأمني، حيث قررت الهيئة النقابية الموسعة للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي تعليق كل أشكال الاحتجاج التي أعلنتها، والتي تتضمن تنظيم يوم غضب أمني أسبوعي على المستوى الجهوي بداية من يوم الجمعة 4 مارس. وأوضحت النقابة في بيان لها اليوم أن هذا القرار هو من باب المسؤولية الوطنية ونكران للذات وتكريس للعقيدة الأمنية وتغليب المصلحة العامة على الخاصة، كما جاء بعد التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها جهة بن قردان من ولاية مدنين قصد تضافر الجهود وتسخير كل الطاقات لاجتثاث الإرهاب من البلاد. وأكدت استعداد مختلف أسلاكها للاستبسال من أجل استقرار الوضع الأمني بالبلاد.
إلى موضوع آخر الآن، ويتعلق بأصحاب الشهائد العليا الذين ينفذون إضرابا عن الطعام في ولاية توزر، إضراب يتحول إلى فوضى نتيجة حالات إغماء في صفوف عدد من المضربين عن الطعام منذ أسبوع تقريبا، في تصعيد لاعتصام ينفذه هؤلاء منذ 40 يوما أمام الولاية للمطالبة بإيجاد حلول جذرية لمطالبهم التشغيلية. حالات من الإغماء والإرباك والفوضى داخل وخارج مقر ولاية توزر في صفوف المعتصمين والمضربين عن الطعام من أصحاب الشهائد العليا والمعطلين عن العمل. 11 سنة بطالة، 11 سنة حاولت نفتش على خدمة هنا، فماش ملقيتش حتى شيء. تقريبا اليوم 43 يوم، عندنا اليوم أسبوع إضراب جوع. 42 يوم اعتصام في مقر ولاية بتوزر. لمن سمعنا، لمن جانا، لمن لا سلطة جهوية لا مركزية. بعد صعدنا في شكل حركة تصعيدية، عملنا إضراب جوع. توا عنا 7 أيام دخلنا في إضراب جوع. منتصور معناها العبيد هذه السلطة الجهوية السلطة المركزية ما عندهاش حل آخر، معناها ما عندهاش حل بديل كان تحل مطالب أبناء الجهة. الوقفة الاحتجاجية رفع من خلالها المحتجون أواني الطبخ في إشارة رمزية للمطالبة بالعيش الكريم. اليوم عبرنا بمساعد بالأواني المطبخ باش نعبروا على أصحابنا اللي دايخين في الكياس 7 أيام ما عدل علينا حد. الاتحاد الجهوي للشغل يعتبر أن الحل في الاستثمار وتفعيل الفصل للتمييز الإيجابي الذي منحه الدستور للجهات. تشغيل ما هوش حل جهوي، التشغيل قبل كل شيء هو مرتبط بالتنمية وبالاستثمار في البلاد. التشغيل مرتبط بتنويع المنتوج أو النشاط الاقتصادي في الجهة نتاعنا. يتواصل الاعتصام المفتوح لأصحاب الشهائد العليا والمعطلين عن العمل بمقر ولاية توزر لأكثر من 40 يوما، وضعا ينتظر تدخلا سريعا من طرف سلطة الإشراف لتسوية هذه المطالب. وننتقل إلى ولاية قفصة وتحديدا إلى مدينة الكتار التي تشهد إضرابا عاما تسبب في توقف العمل بكافة المؤسسات التربوية والإدارية. إضراب عام جاء كخطوة تصعيدية وكنتيجة لحراك احتجاجي عرفته المنطقة منذ ما يقارب الشهر، طلب خلاله الأهالي بضرورة الانطلاق في المشاريع المبرمجة والتي ما زالت معطلة إلى حد الآن. تعطلت الدروس بمختلف المؤسسات التربوية وأغلقت أغلب المحال التجارية والمؤسسات الإدارية بمدينة الكتار بولاية قفصة نتيجة الإضراب العام الذي دعا إليه أهالي المنطقة وساندته بعض الأطراف النقابية ومكونات المجتمع المدني. اليوم إضراب عام محلي في مدينة الكتار دعا لشباب الحراك الاجتماعي نتيجة سياسة المماطلة وعدم الانصات اللي تعتمد فيها الحكومة. احنا كمعتصمين احنا نطالبوا من هالدولة ونطالبوا منهم باش يفعلونا الفصل 40 من الدستور. الإسراع في إنجاز المشاريع المعطلة والمشاريع المبرمجة بالكتار وفي قائمتها معمل الإسمنت المعلن عنه ضمن سلسلة المشاريع المبرمجة لجهة قفصة ضمن آخر مجلس وزاري خاص بالجهة، وتفعيل دور المنطقة الصناعية في حلحلة جزء من أزمة التشغيل بالمدينة. المطالب التفعيل العاجل، الحلول العاجلة. عندنا معمل السيما مماطلات كالعادة وما فما حد شيء. عندنا معمل الحديد مماطلات كالعادة وما فما حد شيء. ندعو السلطة المركزية إلى تفعيل معنى الإسراع في إنجاز المشاريع العالقة مثل معمل الاسمنت، مثل المنطقه الصناعيه اللي تساعد على الاستثمار المحلي وتوفير مواطن شغل. اعلان الاضراب العام بمدينه الكتار كخطوه تصعيديه لحراك احتجاجي تعيش على وقعه اغلب معتمديات ولايه قفصه منذ ما يزيد عن الشهر تقريبا، يقابله غياب وتعطل للمصالح الاداريه بمقر ولايه قفصه بعد قرار عزل والي الجهه من منصبه منذ ما يزيد عن 3 أسابيع تقريبا. الأوضاع ما زالت متوترة بميناء الصيد البحري بجبس، حيث يتواصل اعتصام البحارة والنقابة تطالب سلطة الإشراف باتخاذ إجراءات تنقذ البحارة من أوضاع اجتماعية صعبة. يتواصل تعطل النشاط بميناء الصيد البحري بجبس بفعل الاعتصام المفتوح الذي ينفذه البحارة منذ أيام. لنا بركس 20 يوم تو مخدمناش. علاه؟ خاطر المزوط والسنة ساس ومرش حاجات. مزوت انخفاض شويه يسر علينا
بحر ما فماش ما فيش، وزيد لهذا الغالي المزوط غالي، يخرج الواحد سرح زوز ما يخلص، بحر ضيق ما فيه زي. اعتصام يسعى من خلاله البحارة إلى الاستجابة لعدد من المطالب التي تساعد على النهوض بأوضاعهم الاجتماعية. والله احنا بالنسبة لنا احنا طالبين منحة للبحارة على الأقل، وطالبين السناساس، وطالبين معدة البحار بصفة عامة معنا للبحارة. نقابة الصيد البحري بجبس المدينة أكدت أن هذا القطاع قد تضرر إلى حد كبير، وطالبت سلطة الإشراف بقرارات جريئة. نخدموا في المناطق الحدودية مع ليبيا، تو المناطق الحدودية مع ليبيا مسكرة، بحاريتنا زادوا دخلوا في بطالة، نقدر نستنوا تو 3 شهور تاع الصيف. هذا ما مطالبنا، غلاء متاع الماتريال، غلاء للمحروقات، البحر مهمش ما في عندش سيناسيس، يتضرب ما يقاش باش يعدي، يا مرض ما يقاش باش يعدي، الدولة ما هيش بتلتفت لنا أصل. مراكب الصيد البحري ستبقى حسب البحارة مرابطة بالميناء إلى حين الاستجابة لمطالبهم. إلى موضوع آخر الآن، موضوع يتعلق بقطاع النقل في صفاقس والمشاكل لا تنتهي بين المواطن ووسائل النقل، علاقة متوترة والأسباب غياب استراتيجية واضحة لإصلاح القطاع. هذه شوارع مدينة صفاقس تبهرك بهذا الاكتظاظ المروري، شوارع تعيد إلى أذهان مستعمل وسائل النقل العامة والخاصة مشاكل لا تنتهي. الدمار سير فينا بالنقل، كيران ما ثمش الوقت، ما تعرفش وقتها وقتاش، كيران اللي جابوهم الأكثرية بان. ضغط رهيب على مدينة صفاقس، ونظرا اللي حتى الطرقات ما قطع على حالها، ما قاش توسعة، ما قاش تنظيم، ما قاش زيادة في الطرقات، وهذا الشيء اللي يسبب اختناق كبير ياسر على حركة النقل في صفاقس. أسطول النقل تطور وخاصة خلال 3 عقود الأخيرة معنا بشكل كبير جدا، في المقابل البنية التحتية ما تبعتش، يعني لاحظوا نفس البنية التحتية تقريبا مدة عقود لم تتغير. طارق صاحب سيارة تاكسي في رحلة اليومية مع هذه الشوارع بمنغصات التنقل فيها لا يتوانى عن الحديث عن هذه التراكمات التي جعلت من النقل في صفاقس مأساة لا تطاق. في كل وقت وفي كل حين المشاحنات تدخل وتهبط سلعة وتقف، حتى في وسط باب حر في قلب مدينة صفاقس معناها في أوقات ذروة، وهذا يشكل عائق كبير ويزيد يساهم في تعطيل حركة المرور. الدراجات النارية والعادية كانت فيما مضى رمزا لصفاقس وللتنقل فيها، وهنا ثمة طرح للعودة إلى هذه الوسائل ولو في وسط المدينة. ما هيش حل علاش نقول لك علاش، لأن شركات التأمين ما عادش تحب تأمن الدراجة النارية. الحل كان يكون أفضل لو يوفروا وسائل نقل عمومي أكثر من اللي موجود تو. تولي الناس كل تستعمل وسائل نقل عمومي، وأقل كونسوماسيون تاع وأقل تلوث وأقل حوادث طرقات وأقل برشا مشاكل. كل من استجوبناهم تحدثوا عن غياب الاستراتيجية في قطاع النقل بصفاقس، استراتيجية إصلاح ومتابعة وبحث عن حلول تنقذ المدينة من مشاكل النقل فيها وتغير نحو الأفضل والأكثر أمانا. ونبقى مع مشاكل النقل والاختناق المروري بمدينة باجة، ومن أبرز الإشكالات التي أثرت سلبا على العلاقة بين العاملين بالقطاع في غياب حلول حقيقية لتدارك النقائص. هكذا بدا المشهد بمدينة باجة، ازدحام مروري وفوضى عارمة في الطريق باتت تؤثر سلبا على الجميع، وخاصة أصحاب سيارات الأجرة التاكسي التي يشكو أغلبهم من عديد الإشكاليات التي أثرت في علاقتهم بحرفائهم بالخصوص. استاسيونمون تاع الكراه بالسيفيل على اليمين وعلى اليسار، الكار تدخل لك في وسط البلاد تحبس السيركيلاسيون جملة، ما عادش نجمو نخدمو. تاكسي ملي يقوني يوقف يوم عليه كليون يحبسوا كليون باش يركب، ما يقوني ونيبلص يحبس كان في السكاياس. اشكاليات اصبحت هاجسا حقيقيا لم يعد يحتمل الانتظار، ويتطلب تدخلا عاجلا من قبل الجميع حتى يحافظ اهل القطاع على مورد رزقهم الوحيد. حتى ما هيش مايقه، حتى بلايك ما ذماش، طلبنا على البلايك لمينا الفلوس وحدنا بس بني دهنوا البلايك، فهمتني؟ البلديه مش متلفته لنا مره واحده، وسيد الوالي يشيلوا على خدمه برا خذ رخصه، اللي ماشيلوا على خدمه برا خذ رخصه، تنظم القطاع وبعدش اعطي رخص. حملنا جمله هذه المطالب الى رئيس النيابه الخصوصيه بباجه، والتي اكدت سعي الاداره الى ايجاد حلول حقيقيه لجمله هذه الاشكاليات قريبا. تم التذمر من عدم اخذ بعين الاعتبار لبعض المقترحات اللي قدموها اهل المهنه وخاصه نقابه التاكسيات ونقابه اللواجات. ارجعنا اذا الجلسه الى معناها مرحله لاحقه، مش يتم ان شاء الله الاخذ بعين الاعتبار بهذه المقترحات.
المقترحات مع مكتب الدراسات وإعداد مثال مروري يستجيب لمتطلعات كافة مكونات المجتمع المدني وخاصة أهل المهنة. امتثال أصحاب السيارات للأماكن المخصصة لهم وتهيئة محطات النقل والحد من الفوضى المرورية تظل من أهم الحلول للنهوض بقطاع النقل في ولاية باجة. بعض التحسن في المؤشرات الطبية بالمستشفى الجهوي بالقصرين، حيث تم تجهيزه مؤخرا بعدد من الآلات الطبية الحديثة، لكن هذه التجهيزات لن تحجب النقص الحاصل في أطباء الاختصاص. يبدو أن مؤشر الوضع الصحي قد تحسن مقارنة بما كان عليه خلال الأشهر الماضية، خاصة مع افتتاح قسم القلب وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمريض وإحداث قسم للتعقيم ودعم عدد من الأقسام بالتجهيزات والمعدات الطبية. معناها ثم آلة سكانر جديدة وقع معناها تجديد، كذلك تم دعم قسم الشعبي طاولة متحركة، ثم تجهيزات موجودة في المستشفى الجهوي القصرين وبعض المستشفيات يعني قليلة في على المستوى الوطني. هرقت قبل في القسم القديم؟ اي هرقت. شنو الفرق ما بين القسم القديم وهذا؟ هذاك ما بين يحب رب. وما ضبين ضيق. ولا إن ساهمت هذه الإنجازات في تخفيف الضغط على المستشفى الجهوي بالقصرين، إلا أن دعمه بطاقم طبية وشبه طبية وإصلاح أو تجديد المعدات المعطلة بقسم القلب وقسم التصوير والأشعة من المطالب الملحة. قسم الطب الباطني كان مخلط من جميع الاختصاصات الطبية كلهم في نفس السيرفيس، دونك احنا كحال السيرفيس هذا الحقيقة معناها ثم تحسن في الحالة، ثم بعض النقائص، ثم ماكينات مازالت مكسرة ماهيش تخدم، ان شاء الله بشوي بشوي تحسن الامور. ومستشفى جامعي، نحن حاجه مستشفى جامعي، مستشفى جامعي هو اللي نجم يحل المشكله هنا في القصرين، نجم لان مستشفى جهوي القصرين اقرب مستشفى جهوي. من حيث الماكينات، من حيث الامكانيات موجوده عندنا الماكينات كلها تسكلفو بور ان سيرفيس دو راديولوجي. كنا عندنا دي بي كبير، عدد المرضى انكرويابل في ولايه القصرين بالنسبه لمستشفى وحيد جهوي، عندنا ثلاثه اطباء اختصاص في الاشعه اللي هو انسوفيزون. ووصل عدد الوافدين على المستشفى خلال سنه 15 و2000 190 الف مريض، اي بمعدل 520 مريض في اليوم، وقد يساهم افتتاح المستشفى المحلي بفريانا في تخفيف الضغط على هذه المؤسسه الصحيه، اضافه للمركز الوسيط بالقصرين المدينه وهو في طور إنجاز. منطقة رجيم معتوق بولاية قبلي تدخل عالم التكنولوجيا الرقمية، حيث تم ربطها بشبكة الإنترنت والجيل الثالث للهاتف الجوال في إطار تقريب الخدمات الرقمية من التونسيين على الحدود التونسية الجزائرية. في منطقة رجيم معتوق الصحراوية المنتخمة للحدود التونسية الجزائرية، في مختلف مناطقها انطلاقا من المطروحة، تلتحق بالربط بالجودة العالية لشبكة الانترنت والجيل الثالث للهاتف الجوال في مشروع تنجزه الإدارة الجهوية للاتصالات بولاية قبلية. وهذا يدخل في إطار حرص الإدارة العامة على توفير الخدمات الهاتف الجوال والانترنت لإخواننا وأبنائنا المتواجدين على الحدود التونسية الجزائرية، كذلك في نفس الإطار مع المطروحة هناك قمنا بإدخال الجيل الثالث كذلك في رجيم معتوق. مؤسسة تربوية الوحيدة بالمنطقة الإعدادية والثانوية في آن واحد، أبرز المستفيدين من هذا المشروع التلاميذ والإطار التربوي على حد سواء. نستفيد منها على الخاطر قدام حتى بحوث ولا حاجة كان ما نبعثوا يا إما الولاية يا إما مدينة كبيرة باش يخرجوا لنا، أما تو بدات سهلة يعني. لازم يسهلوا معنا في الخدمات، هي قدام مثلا كانت باش تقص تعمل أبونمون تعمل 3000 تعطيك شهر 1.2 جيجا، مي تو باش تعمل 200 بلفين عندك 200 ميجا كهو. ثقافة عامة تنجم تعاون التلميذ معناها على مستوى ثقافي خاصة، سهلت لنا ياسر في الخدمة نتاعو. إذا قربتنا على التواصل بين المؤسسة كالمعهد والمندوبية لعدم وجود الفاكس، إذا كنا بدنا نتعامل مع التراس الإلكتروني. في منطقة رجيم معتوق قرار أحداث معتمدية بها ينتظر التفعيل والتشييد لحاجة المنطقة الأكيدة لمرافق أخرى عديدة.
أزمة القطاع السياحي بجربة تلقي بظلالها على العاملين بالقطاع الذين خرجوا في مسيرة احتجاجية سلمية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية. مسيرة احتجاجية سلمية نفذها عمال القطاع السياحي المنتمين للفرع الجامعي لسياحة وصناعة الغذائية بجربة بالتعاون مع الاتحاد الجهوي للشغل. عبروا على استيائنا من موقف جامعة النزول، خاصة اللي عبرت على عدم استعدادها للزيادة، وبالله نحب نوضح مسألة الزيادة. الزيادة راه بالنسبة ل 2015 راه 4 شهور بركة، سبتمبر اكتوبر ونوفمبر، فهمتني؟ واحنا بالعكس ايدينا ممدودة حتى اللي كنقعدوا على طاولة الحوار ويبدو هم استعدادهم للحوار، صيغه راه نتاع جدول نتاع معناتها ايجاد حلول معناتها للطرفين. وبالنسبه للعامل البسيط هو المستهدف، والمتعاقدين العمال المتعاقدين منين كان يخدم في العام 9 أشهر ولا يرتاح 3 أشهر ولا حتى شهرين في العام ما يحصلهمش. مئات عمال عدد من الوحدات السياحية يواجهون منذ أشهر صعوبات مادية نتيجة الوضع المادي الذي يمر به أصحاب النزول، لكن الأطراف المعنية وحسب المندوبة قطعت أشواطا في صرف الأجور والمنح. النزول اللي عنا موفى الجمعة اللي فات نجم نقول لك كان عنا 9 نزول هي اللي فيها صعوبات تو في الوقت الحالي، فما 2 منهم سوات الوضعية نتاعهم، يقعد عنا 7 نزول، 2 منهم فقط هما اللي عندهم إشكالية في خلاص الأجور، يقعد البقية إشكاليات الكل في المنح، الإشكاليات في التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يعني إشكاليات إن شاء الله وفي ميزور تتحسن. بين وضع اجتماعي واقتصادي صعب على عمال النزول وأصحابها، فإن عملية ترويجية هامة لجزيرة جربة كوجهة سياحية يعمل عليها أهل القطاع لإنجاح هذا الموسم واستقطاب أكثر ما يمكن من الأسواق السياحية لكل من جربة وجرجيس. مصب بلدي في ولاية سيدي بوزيد يتوسط مؤسستين جامعية وأخرى تربوية يطرح مشاكل بيئية وصحية هامة، الطلبة والتلاميذ يطالبون بإيجاد حلول سريعة لهذا الإشكال. على مرمى حجر من مؤسستين جامعية وتربوية يوجد المصب البلدي الذي تسبب في عديد المشاكل البيئية والصحية لدى الطلبة والتلاميذ والإطار العامل وفق تعبيرهم. ورغم وعود سلطة الإشراف المتكررة بإيجاد حل لهذا الإشكال فإنه ما زال يروح مكانه. المصب كما نشوفه موجود وراء كلية العلوم والتقنيات، نشوفه العشية وقت اللي يحرق وتتحرق زبلة ما عادش نجم نشمه حتى شيء، ما عاد نجم نشوفه حتى شيء، ريحة ما تتشمش ما تنطاقش. كان عسيت بالنهار الريحة تقتلنا، كان عسينا بالليل كيف كيف شوفونا فيها حل. سيدي المصب هذا سيدي تسببنا في عدة أمراض سيدي، وقيم المدرسة سيدي سيدي عدة أيام نحن ما نجموش نقرأ. من جراء ذلك كان عنا وصلنا 6 تقريبا 10 حالات مرضى بوسفير، وكل مرة تزيد حالة أخرى بوسفير الأشماني هذيك موجودة. وزير البيئة والتنمية المستدامة ولدى إشرافه في سيدي بوزيد على ورشة العمل الإقليمية للبرنامج الوطني للنظافة قال إن وزارته ماضية في الإسراع بحل إشكال المصب البلدي، معلنا في الآن ذاته عن انطلاق محطة التطهير بالمكناسي. الوكالة الوطنية لتصرف النفايات كان عندها تدخل في نطاق صفقة إطارية من مقاول، وقاموا معناها أعمال للتهيئة للمصب هذا اللي عرفناه من الأهالي وعند السلطة الجهوية أنه يلزم تدخل عاجل ثاني، ومن هنا لشهر آخر بالكثير يصير تدخل آخر. بلدية سيدي بوزيد ستكون من ضمن 24 بلدية ستنتفع بالبرنامج الوطني للنظافة خلال السنة القادمة باعتماد آلية ميكانيكية حديثة في عمليات الكنس والتعهد بالمساحات الخضراء وإزالة النقاط السوداء. ونبقى في الشأن البيئي، وبالمنستير يوم إعلامي للتعريف بالبرنامج الوطني للنظافة، برنامج بمفهوم جديد يهدف إلى تطوير مؤشرات النظافة في مختلف جهات البلاد. مسألة النظافة والبيئة مسألة معقدة طالما لم ترتقي إلى مستوى الثقافة والعقلية لدى التونسي. ما يعادل 150 مليون دينار قيمة الاعتمادات التي خصصت لإبرام صفقات إطارية تدوم 5 سنوات وتعتمد على آليات ميكانيكية في الكنس اليدوي والآلي والتعهد بالمساحات الخضراء وإزالة النقاط السوداء. البرنامج هذا يخص 24 مدينة، معناه 24 مركز ولاية،
كل عام باش يتوسع البرنامج هذا باش يشمل اكثر عدد من البلديات. في نفس الوقت بالنسبه للبلديات اللي باش نبداو بهم باش يصير فما توسعه افقيه باش نكثروا معناها من الرقعه الجغرافيه اللي مسها البرنامج. كما قلنا معناها البرنامج هذا يبدا ب 50 مليون دينار كالسنة الأولى، لكن في السنوات اللي من بعد باش يزيد يكبر، نحكيه على صفقات على الأقل 250 مليون دينار باش تمشي معناها في النشاط نشاط الخدمات البيئية. وفي لقاء مع الولايات تم التعريف بالبرنامج الوطني للنظافة والمواطنة البيئية الذي سيشمل 24 مدينة مركز ولاية ومزيد التباحث في المشاغل البيئية المطروحة على المستوى الجهوي. برنامج النظافة يهم كل المعتمديات، لكن هناك بعض النقاط اللي تستوجب أكثر التركيز في المنستير المدينة في المكنين. كما قلت هو البرنامج لازم يمس كل المعتمديات، وفما عنا جرد لكل النقاط اللي لازم التدخل فيهم في أقرب الأجيال، وإن شاء الله بدعم الوزارة وبالمجهود البلديات وبمعاضدة يعني المجتمع المدني وحتى الخواص إن شاء الله نتفاداو النقاط هذه. طالما أيضا لم تصبح الوضع البيئي والدراسة البيئية ثقافة، وإحنا نتمنى أنه في وزارة التربية أن يكون عندنا كم نتكلموا على ماذا، على مادة للثقافة المرورية، نتكلموا على مادة للثقافة البيئية باش نربوا الأجيال على حل هالمشكله هذه، باعتبار ان المعضله راهي معضله مشتركه. بالتالي الموضوع موضوع تاع راي عام، لا بد من ماذا نبني للمستقبل في اطار ماذا، في اطار وعي وفي اطار ثقافه بيئيه سليمه ان شاء الله. ويهدف البرنامج الوطني للنظافه في صيغته الجديده الى دعم المجهود البلدي في حمايه المحيط وجماليته والاسهام في استقطاب المستثمرين والسياح وتحسين جوده الحياه. وننتقل الآن للحديث عن خطة وطنية لوزارة المرأة والأسرة والطفولة تستهدف نوادي الأطفال بكامل تراب الجمهورية، ليس فقط كمجال تثقيفي بل كمجال لإعادة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة. تفاصيل هذه الخطة في الروبرتاج التالي من ولاية الكفة. خطة وطنية حول المرافقة التربوية في كامل جهات تونس بنوادي الأطفال ومؤسسات الطفولة تستهدف شريحة الأطفال المتمدرسين وغير المتمدرسين، هدفها الإحاطة بالأطفال واسترجاع عدد منهم لمقاعد الدراسة. الهدف متاعنا هو الأطفال أما يرجعوا يقرأ، وشفنا اللي عديد من الأطفال اللي وقعت معناها اللي حاط بهم والمرافقتهم اليوم طلبوا باش يرجعوا يقرأوا، وفما تنسيق كامل مع وزارة التربية باش يرجعوا للمدارس نتاعهم، وفما ايضا اللي يحبوا يرجعوا للتكوين والا اللي عندهم مشروع حياة. ثلاثة خطط احنا نخدموا عليهم. الخطة الأولى هو أنه ناخذوا الأطفال ونشخصوا المشاكل نتاعهم. الحاجة الثانية نخدموا مع الأطفال أنه يبديوا الإرادة نتاعهم حول تغيير الوضعية اللي هما فيها. المرحلة الثالثة نعاونوهم باش نرسموا خطة مع بعضنا، خطة هي أنه يعرف روحه شنو يحب وين ماشي. الأطفال أبدوا تعلقهم بالنوادي الثقافية لما تبديه هذه الفضاءات مضوحة ترفيهية وتثقيفية. النادي نجوها في وقت الفراغ باش نتمتعوا، والمعلمين متاعوا ياسر باهي. نلعبوا مثال على الحاسوب وإلا نلعبوا كرة اليد ونعملوا مسرح ونلعبوا الصياد ونلعب برشا حاجات باهي. علم الأطفال وهم يلعبون قد تكون المدخل الأوحد لاستقطاب عدد لا يستهان به من الأطفال المنقطعين عن الدراسة، وبرنامج يحتاج إلى الغوص في أعماق الجهات لاسترجاع عدد أكبر من المنقطعين عن التعليم. بهذا إذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري ونستهل بالعناوين. نجاح عملية بن قردان تأكيد على جاهزية قواتنا العسكرية والأمنية للتصدي للمخططات الإرهابية. توزر تفاقم أزمة المعتصمين من أصحاب الشهائد العليا بعد تعطل لغة الحوار. تطور أسطول النقل بمختلف جهات البلاد في غياب تحسين الخدمات ومزيد تهيئة البنية التحتية. في الختام إليكم مني أجمل تحية، إلى اللقاء.